هذا ويواصل مركز علوم المدينة المواد بمدينة زويل أبحاثه على المواد الذكية، ويتوصل إلى العديد من الابتكارات المتوقعة تسجيلها خلال أشهر قليلة، من أبرزها ضمادة ذكية لمرضى السكر. داخل أحد معامل مدينة زويل يعكف العلماء حاليا على الاستفادة من مركبات كيميائية جديدة في حجم النانو في صناعة الدواء. هنا في مركز أبحاث علوم المواد النانوية بمدينة زويل يتم تصنيع مركبات ذكية تذهب إلى نواة الخلية مباشرة لعلاجها. المركبات الجديدة تتميز بفعالية أكبر في علاج العديد من الأمراض مثل مرض السكر دون أن تسبب أي أعراض جانبية مثل العلاجات التقليدية. هو احنا في مركز علوم المواد الحقيقة بنحاول نشتغل على الأبحاث من حيث انتهى الآخرون، يعني ما بنبدأش من الصفر زي ما بقول يعني. فبنركز أكتر على تصميم وتحضير نوعية جديدة من المواد بنعتبرها أو يطلق عليها المواد الذكية. مواد عندها القدرة أو عندها قدر من الذكاء إن هي تقدر تستجيب بطريقة جيدة للظروف البيئية المحيطة بها، زي الوسط إذا كان قلوي حامضي إلى آخره، درجة الحرارة، المجال المغناطيسي إلى آخره. أما أحدث ابتكارات الفريق البحثي فهي ضمادة ذكية تسهم في التئام جروح مرضى السكر، وهي مزودة بمركبات بالغة الدقة يمكن استخدامها لمدة 9 أيام متواصلة دون الحاجة لتغييرها. أريد فعلا صممنا نوع من الضمادات الذكية لعلاج الجروح وبالأخص الجروح الخطيرة عند مرضى السكري مثلا. الميزة في الضمادات الجديدة ديت اللي هي إن شاء الله تعالى قبل التطبيق في فترة وجيزة جدا أتمنى أن تنزل السوق المصري في أقل من سنتين، أتمنى إن شاء الله لما يكتمل النمو بتاعها من حيث الأوبتمايزيشن زي ما بقولهم. الميزة فيها إن هي ذكية بمعنى إن يبقى عندها قدرة عالية جدا على إنها تبلغ المريض ان او يعني المريض ياخد انديكيشن منها او انطباع ان الجرح تم التئامه، فما يحتاجش غير الضماده من وقت لاخر. ومن المنتظر ان يتم تسجيل هذه الابتكارات خلال الشهور المقبله تمهيدا لتجربتها على نطاق واسع بما يعود بالنفع على المرضى وصناعه الدواء.